اهلا بيك في فرنادو كناس، معاكم احمد عمر. هنقول النهارده ايه هو الفرق بين الصيام المتقطع والصيام رمضان او الصيام اللي احنا بنعمله في رمضان؟ هل في فرق ولا لا؟ مين اللي افيد؟ مين اللي هيحرق دهون اكتر؟ او مين اللي هيكون فيه فوائد صحيه عموما اكتر؟ في ناس بتعمل الصيام دوت بس مش علشان غرض ديني، يعني في ناس مش مسلمين اصلا بيعملوا نفس الصيام دوت، بيسموه دراي فاستنج. فاستنج صيام، ودراي يعني جاف، جاف يعني انا مش هشرب اي ميه. فده نفس اللي احنا بنعمله في رمضان. طيب ايه الفايده الزياده من الدراي فاستنج دوت؟ الفايده الزياده هو ان انا جسمي دلوقتي الدهون اللي في جسمي معظمها بتكون ساتوريتد فات او بتكون دهون مشبعه. ايه اللي بيميز الدهون المشبعه؟ ان بيبقى فيها الجزء اللي هو اسمه هيدروجين. طيب بعدين جسمي هيعمل ايه بالهيدروجين دوت؟ دلوقتي انا معطش جسمي، جسمي عايز يشرب الجزيئه بتاعه الميه او الووتر موليكول، اسمها ايه؟ اسمها H2O، زي ما خدنا في الكيمياء زمان H2O، هيدروجين واكسجين. فالاكسجين انا بتنفسه على طول، الهيدروجين جسمي مش هيلاقي اي حاجه او مش هيلاقي اي طريقه ان هو يجيب بيها الهيدروجين ده غير ان هو يكسر الدهون او يبتدي ان هو يحرق الدهون اللي في جسمي علشان يجيب الهيدروجين، يندمج مع الاكسجين يبقى H2O، فيبتدي ان هو يجيب ميه علشان انا مش بديله ميه دلوقتي خلال ال 12 او ال 16 ساعه اللي انا هصوم. طبعا الميه ديت اللي هيحصل عليها جسمي ديت هتكون من انقى، يعني هتكون انقى نوع ميه انا ممكن اديها لجسمي، وبرده انا بكون حرقت دهون اكتر بكتير من الصيام العادي اللي هو الصيام المتقطع اللي احنا بنعمله في الايام التانية. فالفوائد بتاعت الصيام الجاف او الدراي فاستنج ديت او صيام رمضان هتكون اكتر من الصيام المتقطع بحوالي 3 اضعاف، ده من ناحيه حرق الدهون، ده من ناحيه الديتوكس، ومن ناحيه التخلص من السموم، ومن ناحيه التخلص من الخلايا الضعيفه او الخلايا الميته اللي في الجسم، ومن ضمنها خلايا السرطانيه. الخاصيه ديت ممكن نعمل عليها فيديو لوحده لان دي شرحها بيبقى معقد شويه، حاجه اسمها اوتوفاجي. اوتوفاجي يعني زي ما بنقول سيرفايفنج فور ذا فيتست، او البقاء للاقوى. الخلايا القويه او الخلايا السليمه هتبتدي ان هي تتخلص من الخلايا الضعيفه او الخلايا المريضه بما فيهم الخلايا السرطانيه. فحاول ان انت تاكل اكل نظيف على قد ما تقدر، وان انت تتجنب الاكل بتاع بره على قد ما تقدر. طبعا الايام الفري ممكن اخد يوم فري طبعا في رمضان، بس فمش شرط ان هو يبقى يوم في الاسبوع، ممكن يبقى يوم كل اسبوعين، كل 10 ايام، كل طبعا مكان اقل كل مكان احسن صدقني، يعني عشان فعلا تحافظ على فوائد الصيام ديت. الصيام بيعمل ديتوكس للكبد، بيعمل ديتوكس للرئه، بيعمل ديتوكس للجهاز الهضمي، للدم، لكل اعضاء جسمك. فحاول ان انت تساعد البروسيس ديت ان هي تحصل، او حاول ان انت تساعد العمليه ديت ان هي تحصل، ما تحاولش ان انت تعيقها باي حاجه تانية من الجانك فود او الاكل بتاع بره او السكر كتير او اي حاجه ملهاش لازمه. لو انت عايز تستفيد 100% من الصيام، مش ان انت بتجوع وبتعطش بس على الفاضي، لا، حاول ان انت فعلا تفيد جسمك بالموضوع ده.